السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا مشاهدينا ومستمعينا الكرام نحييكم عبر قناه الريان الفضائيه من هنا ميدان الشحانيه لنتواصل معكم في برنامجكم الاسبوعي برنامج الريس وكذلك نتواصل معكم في مشوار الهجن القطريه هناك في مهرجان الوثبه هذا المهرجان الكبير الذي حضرت فيه الاسماء والشعارات ومن هنا سوف نستعرض معكم اهم وابرز النتائج في الاسبوع الماضي لهذا المهرجان الكبير، كما نتعرف وياكم على ابرز الاسماء التي حققت الانجازات هناك في ميدان الوثبه، سواء كان لابناء القبائل او ايضا للمؤسسه العملاقه مؤسسه هجن الشحانيه، فاهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، يسرنا ايضا تواصلكم معنا من خلال هاشتاج برنامجكم برنامج الرئيس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فأهلا وسهلا بالجميع مرة أخرى كما يسرني أن أرحب بضيوفي هنا في الاستديو بداية مع سعيد الصومالي المري حياك الله سعيد أبو محمد سعداء بتواجدك معنا في هذه الحلقة الله يطول عمركم ويحييكم كان قلت أني زعلان عليكم شيء أنا بالعكس الامور طيبه المرطيب. يا مرحبا يا مرحبا وسهلا وكذلك الترحيب باخونا حمد بن محمد الراشدي حياك الله يا ابو محمد ايضا سعداء بتواجدك معنا يا مرحبا يا اخوي بثامر وانا اسعد الله يحييك الترحيب بالمعلق الفذ وكذلك الخبير في مجال سباقات الهجن العربية الأصيلة مذيعنا ومعلقنا محمد بن بريك المري حياك الله محمد الله يحييك بتامر تامر بالخير وعلى المشاهدين الكرام يا مرحبا ومسهلا أيضا سعيد بتواجدك كذلك المحلل الفني والخبير في هذا المجال وكذلك الخبير في المزاين هادي أبو شقلة حياك الله يا هادي كذلك سعداء بتواجدك معنا في هذه الحلقه. الله يبقيك ابو ثامر ومسي عليك بالخير وعلى مشاهدينا الكرام. يا مرحبا والسلام، محمد بن بريك تواجدت هناك في مهرجان الوثبه في الايام الماضيه، كيف رايت هذا المهرجان؟ وكذلك حظوظ الهجن القطريه وما حققت من انجازات بشكل عام هناك في ارضيه الميدان. امسي بالخير ابو ثامر وعلى المشاهدين الكرام، في الحقيقه انا لظروف خاصه ما تواجدت في الوثبة ولكني متابع جيد متابع من الطراز الأول محمد متابع نعم لما يدور هناك بداية تقدم بالتهاني لملاك الهجرة القطرية على محققه في الأيام الماضية وكذلك مؤسسة تجني الشحانية والقائمين عليها نعم الهجرة القطرية أخذت ست رموز في الأسبوع الأول والأسبوع الماضي سواء كان لأبناء القبائل لا لأبناء القبائل أتكلم على أشواط أبناء القبائل أبناء إلى القبائل. الآن ست نعم. رموز والقادم إن شاء الله أفضل باقي عندنا الثنايا والحيل والزمول او الثانيه خلصنا منها باقي ستر. عندنا الحيل والزمون فيها زمان رموز اكيد بيكون للهجنه القطريه حظ نصيب الاسد مثل ما تعودنا منها الهجنه القطريه ظهرت سواء في ميدان الشحانيه او قبل في ميدان الكويت في هذا الموسم او في ميدان الوثبه بمستوى ممتاز سواء هجن ابناء القبائل او هجن مؤسسه الشحانيه ونبارك لهم على هذا الفوز ونقول القادم ان شاء الله احلى باذن الله اذا القادم باذن الله افضل مثل ما قال محمد بن بريك حمد بن محمد الراشدي حضور الهجن القطريه وبالاخص بتكلم عن هجن ابناء القبائل ست رموز حصدوها من سن اللقايه لغايه سن الثنايا المتوقع ايضا في سن الحيل بناء على متابعه حمد بن محمد الراشدي لهذه الاسماء الحمد لله اول شيء شفنا مشاركات هجن ابناء القبائل السنة خاصة من عندنا هنا من الدوحة نعم. مشاركاتهم قوية شاركوا في سن اللقاية وعقبا سن الجداع وسن الثنايا وشفنا الحصيلة الحمد لله ست رموز في هذه الفئات السنية والقادم أفضل بالمؤشرات اللي شفناها سابقا سواء هنا أو في الكويت نعم ونتأمل إن شاء الله ونتوقع إن شاء الله أن الثمان رموز بتكون الحصيلة الأكبر للهجن القطرية في سن الحول والزمول في سن الحول والزمول عندنا ثمان رموز في يوم 28 من ضمنها السيوف في سن الحيل والزمول لابناء القبائل، لو بسالك سؤال بناء على توقعاتك سعيد الصومالي كم رمز راح يكون للهجن القطريه من خلال الثمان رموز الموجوده؟ الله يطول عمرك يا ابو ثامر على اللي بيشارك من هجنه ملاك من الهجن الشحانيه لما في هجن ممكن ما تشارك لكن ان شاركت انا اقول لها نصيب الاسد لها نصيب الاسد يعني اكثر من 50% اكثر من 50 60% في المية. 60% هذا توقع سعيد سعيد الصومالي بالنسبه لي ختامي ابناء او ختام ابناء القبائل اشواط الحيل وزمول اشواط العمانيات وكذلك الاشواط المفتوحه وايضا اشواط الانتاج في يوم الثامن والعشرين من هذا الشهر الجاري يتوقع نصيب الاسد يكون للهجن القطريه وبالاخص في اشواط ابناء القبائل في الثامن والعشرين هذه بشكله ان شاء الله على ضوء اللي شفناه من الهجن القطريه من سن القايه والجداء اتوقع لهم ان شاء الله نصيب الاسد فيه خاصه في الاشواط المفتوحه مش اشواط الانتاج الاشواط المفتوحه اللي مشاركين فيها كبار من الله. انا اتكلم بالنسبه لثمان رموز هذه ان ثمان رموز كم توقع الهجن القطريه أتوقع لها بناء على الانجازات اللي حققوها الانجازات اللي, شفناها وانا اقول لك مش انت اشواط الانتاج اشواط المفتوحه اللي مشاركين فيها كبار الملاك مثل عبد الله العيده، خليفه العطيه، المسند، بن عقيل ذولا بيكون لهم نصيب الاسد ان شاء الله. انت بس خصصت لي شوطين وتركت ست اشواط لا انا كلمتك عن اربع اشواط انت قلت لي الاشواط المفتوحه بعد الانتاج عندهم انتاج مفتوح لا ما هي باربع فيه العمانيات شوطين والمفتوحه شوطين وكذلك اشواط الانتاج اي صح طيب ثمان اشواط هي هي ثمان اشواط هي ثمان اشواط كلمتك أنا كلمتك عن الاربع اشواط اللي مش انتاج المفتوحه مفتوحه ارشح الهجين القطريه فيها هي اربع اشواط مفتوحه محمد نعم اربعه اشواط مفتوحه اثنين مهجرات اثنين محليات اتكلم عن عمانيات يعني والأشواط المفتوحة إيه الاشواط المفتوحه المهجره اي في الاشواط المفتوحه في اربع اشواط مه... انتاج انتاج انا اكلمك عن الاشواط المفتوحه يعني انت عن الاشواط العمانيات والاشواط المفتوحه اللي هي اربع رموز اللي هي اربع راح رموز راح يكون نصيب الاسد نعم للهجنه من خلاله انا اقول لك اشواط الانتاج بعد بكلهم نصيب بيكون نصيب الاسد في اشواط الانتاج في الزمول طيب لحظه بس انا بس بس انت تقول في الزمول بس نعم. انا اشوف هذه استبعدت الانتاج بالنسبه للهجنه النقطريه واشواط الرموز في سن الحيل والزمول ليش؟ أنا أولاً في أكلمك عن كبار الملاك الهجن القطرية المشاركين فيها. نعم. هجن قوية. أنت تحدد الأسماء اللي تشتري. وعندها الأسماء اللي يشترون مثل. اللي نعم. نعم. يدعمون شعارهم. مثل بن عقيل، مثل شعار العيدة، شعار نعم. المسند، شعار الخليفي، شعار العطية، منصور. شعار العطية أيضاً حمد بن غانم الهديفي. الهديفي بعد نعم. ما ننساه. نعم. والأشواط الإنتاج يكون يعني أنا أقول ما يكون لهم فيها نصيب الأسد مثل الأشواط المفتوحة. ما يكون لهم فيها نصيب الأسد. برجع لك هذه ليش ليش خصيت الزمول في لا. الانتاج؟ لان عندهم اكيد زمول. هناك اسماء مركز عليها سعيد هي اسماء مثل مثل بيضان بيضان بنديله بيضان بعير بنديله وحاصل على رمز حاصل على رمز في في, أه. في سباق سيد, سيد الامير, أه. نعم. نعم. وحاصل على ممكن تسع سيارات بعير قوي بعير قوي نعم راح يشارك في شوط الانتاج غيره غيره ما يحضرني إذا, نعم. اذا بيشارك بيضان ما يترشح عليه بعير اذا بيشارك بيضان ما يترشح عليه بعير بناء على الانتاج او المفتوح سواء كان في المفتوح او كان في, في 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 الانتاج نعم هو أخذ عندنا اعتقد في المفتوح هو ماخذ المفتوح الماراثون 11 كيلو كيلو نعم وكان المحك الحقيقي له ما أخذه في وخذ عليه محمد في الكويت بعد نعم الكويت ما ادري ما ادري ما شو ما ادري في الكويت لكن في في, في سباق سيد الامير حفظه الله ورعاه او بدايه الختاميات هنا في ميدان الشحانيه بيضان حصل على احد الرموز وكان مرشح وبشكل قوي لانتزاع الشوط اللي كان مشارك فيه الله يوفقه ان شاء الله من خلال مشاركته في يوم الختام بالنسبة لأبناء القبائل سواء كان يشارك في الأشواط المفتوحة أو شارك في أشواط الإنتاج وقبل ما نستعرض معكم أهم وأبرز أشواط اللي جاية بالنسبة لأبناء القبائل نأخذ هذا الاتصال من المحلل الفني لقناة الريان والمبتكر حمد بن علي بن جرحب حمد, حمد مساك الله بالخير سعداء بتواصلك معنا في هذه الحلقة مرحبا ابو سامر الله يمسيك بالخير يمسي رب الوالدين ومشاهدين قناه الريال ونطلب منك العدو الصوت لك عليها شوي لا يا حمد معلق على على حد الاشواط ولا شيء؟ والله ابو سامر لو اني معلق يعني ممكن أشلالي شوي الله يعيننا ويعينك يا حمد الله يعيننا ويعينك طيب نقول بيض الله وجهك على تواصلك معنا في هذه الحلقه يا حمد Uh, اليوم uh, uh, حققت الهجن القطريه بالنسبه لابناء القبائل تسع او ست رموز عفوا وثلاث رموز لهجن الشحانيه اذا حضرت الهجن القطريه بشكل كبير في هذا المهرجان من وجهه نظر حمد وبحضوره في ارضيه الميدان هناك ما مدى الحضوض ايضا للهجن القطريه سواء كان في اشواط ابناء القبائل الحيل والزمول او ايضا لاصحاب السعاده والسمو الشيوخ. سامر اول شيء الله يسلمك الحمد لله رب العالمين شاركت مشاركه طيبه وتصحيح لبعض المعلومات لما الهجنه الشحانيه شاركت في تسع اشواط شاركت في اشواط الرموز في تسع اشواط الرموز اللي تمت الحين 12 شوط لكن الهجنه الشحانيه شاركت في تسع اشواط وحصلت على خمس رموز من واقع تسع رموز خمس ولا اربع يا حمد يعني خمس. خمس رموز خمس رموز خمس, خمس رموز خمس رموز ها؟ نعم <تصفيق> نعم هذا بما مع مع تقريبا فوق 60% من الرموز اللي شاركت فيها وهذا قديش اللي طيب مع العلم والامر اللي عندكم المشاكيل هذه الشحانيه استخدمت خطه مغايره عن كل ما كنا متوقعين او كل ما كنا يعني كنا نعتقد انهم بيمشوا عليها نعم هذه الشحنية استبعدت كل جميع الهجم اللي حصلت على الرموز الأسنان اللي طافت كلها ما عدا باستثناء شواطئ قعدان الليلة اللي قدر <applause> آه أبو خالد يمثل الشعار خير تمثيل بزجة بقودين حاصلة على رمزين في مهرجان الأمير الليلة شفنا اثنين في شوط واحد نزع الوذن وفعلا قدر سات على الشوط بالثنائي ناجح وبو خالد خير بس الهجم اللي حصلت على الرموز هجن يمكن لأول مرة نشوفها تخوض مراحل أساسية شوط الرموز خطة جديدة لإذن الشحانية طبعا نعم. أكيد أنت تقصد أنها يعني أسماء جديدة حمد ظهرت في مهرجان الوثبة مغايرة الأسماء نعم. اللي كانت موجودة هنا هنا في 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 في, ميدان الشحانية صح؟ نعم حتى احنا كمتابعين لهذا الشعار وغالي نعم. علينا قلنا متوقعين أن الأسماء اللي, اللي, اللي شاركت على الأقل لو جزء منها بيشارك لكن باستثناء شوط الثنايا الليلة ما اول ما مقلة حصلت على رأس نعم وشاركت في الأشخاص طبعا هذه تعتبر مغامره كبيره استعار كبير عند جماهيريه كبيره لكن قدروا المضمرين يخوضون هذه التجربه وفعلا الحمد لله نجحت الحمد لله رب العالمين صراحه شيء مرضي وشيء يطمن وشيء يوعد الجماهير بانهم ان شاء الله بيشوفون بعد ايام بسيطه ان شاء الله في باذن بيشوفون الشيء ان شاء الله يسعدهم من المشاركه الطيبه من الرموز تغطيكم ان شاء الله باذن الله اذا خمس رموز لهجن الشحانيه هذه المؤسسه أه. العملاقه هناك في ميدان الوثبه حمد لو برجع بس لابناء القبائل يمكن هذا يستبعد حضور ابناء القبائل او حضور الهجن القطريه بالنسبه لاشواط الانتاج حمد من وجهه نظرك وجهه نظر هذه نحترمها اللي شفناه في ختام الوثبه مغايرة وجهه النظر اللي تكلمت فيها هذه شفناهم نحضروا بسن بكرة بن عديل نعم شفناهم بسن بسن الثنايا بكرة بن جويل وكلها كلها نتكلم عن السن الكبيره سالم نعم نعم محمد كمل طيب يعني المنتجين القطريين موجودين طبعا بحكم ان انتقال الملكيات والبيع بيصير عند ابناء قطر يمكن اقل الحفو... يعني حفظهم في اشواط الرموز في الحقائق نعم لان تعرف هذه الكميات اللي لو نحط سوى بين أكيد. الملاك القطريين وبين الملاك الخليجيين نعم يمكن يكون المالك القطري عدد بسيط, بسيط ومنتاج بسيط اكيد الحقائق. وكذلك بسيط هذا سن المفاجات حمد لكن 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 هذه خص الانتاج بالنسبه لاشواط السن الكبير الحيل والزمول نعم اليوم الختامي يوم 28 ختام ابناء القبائل استبعد حضور الهجن القطريه في اشواط الانتاج الاربعه لا مش الاربعه لا استثني بيضان يعني اللي شفناه منه ها حمد بيضان يمكن بيضان أه الملاك الدية طبعا, طبعا في ملاك عندنا ملاك طبعا ممكن تبدي على الانتاج ونشوف يشاركون حتى في اشواط الانتاج نعم وعاد الكشف والله الصراحه ما أنا ما اوصل للكشف عشان اعرف طيب عارف.

لكن بالرمز يا ان شاء الله اتمنى التوفيق اذا اللهم زين حمد سؤال اخير احنا جايين تعبان يمكن احنا بعد اخرناك معنا لا لكن لا. آه هل نتوقع ظهور اسماء جديده في سن الحيل والزمول بالنسبه لهجن اصحاب السعاده والسمو الشيوخ وبالاخص هجن الشحانيه هناك في ميدان الوثبه؟ والله هجن الشحانيه خطتها مغايره في اختام الوزن لاول مره في الحجاج تدخل اشواط الموز اشواط المؤسسات عدد من العده لا تزن لكن قبل المغامرين ومعرض الاجل صراحه زادت ثقتنا فيهم بزياده انهم يعني يعرفون يعني سبب المطيه وين بتكون احنا متاكدين ان شاء الله من العمال بيكون له تواجد ان شاء الله في الاشواط ونتمنى ان شاء الله ان انه يمثلنا في تمثيل بهذا هذا الشعار صراحه على مستوى القطر باذن الله حل... ابو ثامر لما أرى هالخليج كلموه لانه الباغوس فرحه القلب بحضوره ميدان الوطن ومشاركته الطيبه نعم بيض الله وجهك يا حمد وحنا نشكر لك مداخلتك معنا في آه هذه الحلقه شكرا حمد بن علي بن جرحى المري بن المبتكر على آه اثراءنا بالمعلومات من هناك من ارضيه الميدان اذا حمد يقول هجن الشحانية هذه المؤسسة العملاقة محمد بريك عبت بخطة مغايرة ظهور أسماء جديدة ما شاركت في أرضية الميدان هنا في بداية الختاميات في مهرجان سيدي سمو الأمير شاركت هناك في ميدان الوثبة وظفرت بالرموز نعم بالفعل سالم مثل ما قال حمد هجن الشحانية تزخر بالنوادر تزخر بالإمكانيات الكبيرة الهائلة بالذات لو نجي لسن الثنايا والحيل والزمول انا اقول لك الحيل والزمول السن الكبير هجل الشحانية يعني بشهادة المؤسسات الأخرى المسؤولين فيها قال هجل صعب مجاراتها في السن الكبير يعني صعب وذلك وهذا يرجع للفضل الكبير والاقتناء الهجن الطيبة والدعم المستمر, والدعم, والدعم المستمر وال يعني هجل تفوق في سن الحيل والزمول بشكل عام على غيرها من المؤسسات وهذا بشهادة الجميع هجن الشحانيه هذه ممكن نقول الخط الثاني او التشكيله الثانيه اللي شاهدناها في هذا المهرجان في هجن قويه وجايبه اتيام متيمه عند المضمرين في اشواط سيارات فعرف المطية هذه مؤهله انها تدخل على الرمز ومن خلال تفحيمها مع اخواتها اللي خلت الرموز تجي معها ولا بعضها تسبقها فلازم يكون عنده بديل اكيد في المهرجان الكبير المطايا ما استنزفت بشكل مثل المطايا اللي بعد اضيف الى ذلك سالم من المطيه اللي تاخذ عندك رمز بتكون مهمه بتكون مهمة خايف عليها تنسبق او يجيها شيء صحيح. او ما تستوعب تستنزفها فشهدنا في سن الجداع مع المضمر الذهبي اخذ ثلاث رموز من اربعه هجن شحانيه نعم وايضا كانت السيطره عندنا هنا في ختام السباق الامير صحيح كان لحضور هجن شحانيه مع المضمر الذهبي صحيح الليله شاهدنا مزعل وشاهدنا الوذن تاخذ رموز اتوقع مزع المحلي لو روح لنا في شوط المحليات اتوقع بيكون عندنا رمز ثلاث رموز بدل من رمزين بدل رمزين لكن يمكن محمد بن خالد يعطيه خلاه مثل ما تقول صمام امام مشاهدنا جر الشوط جر الليله نعم نستعرض للدل. محمد هذا نعم. من خلال مسار أه الحلقه لكن محمد نورك يقول هناك صف ثاني تفاجأنا بوجود الهجن الشحانية هناك في ميدان الوثبه هذا دليل على الدعم الكبير لهذه المؤسسه العملاقه هل نتوقع الراشدي ان يكون هناك ايضا صف ثالث يشارك في مهرجان المرموم ونتفاجئ أيضا بأسماء جديدة تحصد الرموز هناك اولا يوم انكم تطرقتوا الحين لهجن اصحاب السمو الشيوخ احب اني ارفع أسماء التهاني والتبريكات الى سيدي سمو الامير بمناسبه فوز هجن الشحانيه والى مضمرين هجن الشحانيه وجميع مشجعين هجن الشحانيه ونقول لهم ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله سواء في السيف ان شاء الله وفي المرموم اما بالنسبه للمشاركات اللي شفناها اليوم وامس يعني شفنا الايام الماضيه شفنا الصف اللي اخذنا الرموز عندنا هنا في قطر ما شيء يشارك منهم غير الوزن و و و ومزعل ومزعل اللي زعل. عند محمد بن خالد العطية واما المرموم اتوقع مشاركه جميع الهجن منهن خود المرشحه للسيف سيف المرموم للسنه ان شاء الله الثانيه على التوالي نعم وخواتها لنا الباقيات ارتياد والصف الامامي اللي جميع الهجن اللي, شارك اللي في شفناه قطر. هنا في القطار نعم الصف الأمير. الاول وبيكون الصف الاول والثاني كله اتوقع ان شاء الله بيكون في المرموم نعم اذا حمد بن محمد الراشدي يتوقع الصفين الصف الاول والصف الثاني الصف اللي شارك في ميدان الشحانيه هنا وكذلك الصف اللي شارك في ميدان الوثبه سوف نراها جميعا هناك في ارضيه ميدان المرموم سعيد مع حمد كان راح نشوف خود راح نشوف ارتياد تتواجد في ارضيه الميدان راح يكون في منافسه وحضور صحيح الصف الاول والثاني هناك انا اتوقع مثل حمد بيض الله وجه القايمين على هجن الشحانيه لان هجن الشحانيه في شيء انا شفته فيها ما شفته المؤسسات الاخرى اللي هو اللي هو طال عمرك هجن الشحانيه حقت رموز رموز الثنايا على الانتاج، الاب موجود والام موجوده. ما شاء الله. عرفت؟ وحقت في الاذاعه. يعني في جميع الفئات، عندها من المشترى وعندها من المخزون اللي عندها. صحيح. وبيض الله وجه المضمرين والقايمين عليها. نعم بوابه اللي اخذت الليله الشوط المفتوح. انتاج. من الانتاج وماخذ السياره في سباق الامير. اللي... صحيح بنت مشرف. و... نعم. ممكن. ماخذ في رصيدها اكثر من سياره هناك. نعم. في رصيدها أكثر, اكثر من سياره. من سياره نعم. يمكن حم... يمكن محمد فتح مجال للصف لي... الاول والصف الثاني والخطه اللي استخدموها القائمين على هجن الشحانيه وبالاخص المضمرين. خلينا نتكلم عن الذهبي نتكلم عن العملاق كذلك الحوت ايضا شبل المضمرين هل نتوقع صف ثالث هناك في ميدان المرموم او الصف الاول والثاني نشوفهم يشاركون في مهرجان المرموم والله سؤال مثل ما ذكره الربع حمد وسعيد الصف اللي شارك هنا الصف الامامي اللي هي مات الرموز في الشحانيه على ما توقع بتشارك في المرموم والصف الثالث بيكون معه والهجن هذه اللي شاركت في الشحانية بتكون قوية يعني بتركز ركز قوي في في المرموم لانها ما شاركت في الوثبة وأتوقع وجه جديدة وهذا أتوقع وجه جديدة تطلع لكم ممكن مرموم. ليش لا هذا دليل قوة هجن الشحانية أنا مشاركة بالصف الثاني في الأشواط الرموز في الوثبة وحصدت الرموز هناك نعم لكن لكن المده محمد بين مهرجان الوثبه ومهرجان المرموم قصيره ما اتوقع المشاركه بتكون ورا بعض بالنسبه للهجن اللي شاركت في مهرجان الوثبه اكيد شيء انا اتوقع سالم من واقع خبره شاهدناها ان الهجن اللي فازت بالرموز في ميدان الوثبه آه راح آه ما راح تشارك ما رح اتوقع لان الوقت قريب نعم والهجن جايبه يعني جايبه جهد كبير بالذات الهجن اللي اخذت الثانيه الليله ماخذه رموز وبعد كررت رموز في وقت آه ضيق. ضيق ضيق صحيح فصعب انك بعد تجازف انت لو تضمن كم ارهاب على مسؤوليتك انت كم ارهاب تسبق اكيد بتوديها صحيح لكن انها تنسبق او كذا او يجيها وعكه صحيه او ضراع انت المسؤول عنها لازم تحافظ على مطاياك يعني اتوقع الصف الاول يشارك اتوقع الدرجه الاولى كل مؤسسه سالم عندها درجات درجه اولى ودرجه ثانيه صحيح هذا شيء معروف يعني يقول لك شاركت فرضا هجن الشحانيه بالدرجه الثانيه او شاركت بالاولى في درجه اولى لا يختلف عليها اثنين عند كل المؤسسات انا اقول لك خود وارتياد وبعض الهجن وداوديه هذه من الصف الاول والدرجه الاولى عند هجن الشحانيه يكفيها السيوف حتى منتجنا يقول الداودية والرموز نعم. نعم ما ننسى الداودية وجات شاهدناها بعد هي اللي جرت شوط جرت الشوط وكان, نعم. وكان بامكانها تاخذه لكن هذه اختها ناموس واحد صحيح فاتوقع الصف الاول في جن الشحانية بيشارك مشاركه كبيره هي. والمضمرين يعملون وعدين العده جيدا لمهرجان ختام المرموم لان ختام الختاميات فان شاء, شاء الله نتمنى التوفيق ومثل ما قلت لك سالم هجن الشحانيه اثبتت وجودها من سن اللقايا الى سن الحيل والزمول ولكن اثبتت من العام الماضي من السنه اللي طافت سالم الرموز والسيوف كلها شحانيه يعني نعم. يعني في سابقه تاريخيه لم تسجل يعني ما تسجلت قبل اتكلم لك للتاريخ هذا هذا الحدث اللي صار العام اللي هي ثلاث سيوف للتاريخ للتاريخ ثلاث سيوف من مؤسسه واحده في موسم واحد صعب صحيح وكملوا العقد بفوزهم بسيف بفوزنا بسيف الكويت خذته شو اسمه؟ الكايدة الكايدة سيف, سيف. خذت سيوف الخليج نعم ان شاء الله نتمنى لها التوفيق وهذا بفضل الدعم عم الكريم عم. والدعم الكبير من سيدي سمو امير البلاد المفدى اللي على هذا الفوز الكبير استهل. ونهني الجماهير القطريه ونهني مضمرينها والقائمين عليه نهني جميع اللي جميع محبي الشعار الادعم من خلال مشاركته هناك في ميدان الوثبه حمد او محمد عفوا حمد يتوقع مشاركه الصف الاول والصف الثاني اللي حصلت او او اخذت الرموز هناك في ميدان الوثبه يتوقع مشاركتها في ميدان المرموم ولكن محمد يستبعد هذه المشاركه يقول بناء على على الخبره الصف الاول هو اللي راح يشارك هناك في ميدان المرموم خود راح تكون على الموعد ارتياد كذلك الداودية أسماء كبيرة وأسماء ترشح لانتزاع الرموز من خلال مشاركتها في مسار هذه تفضل محمد دام فضلك طال عمرك هو علمها عند ملاك هجل الشحاني هل بتشارك خود ما حد يدري هل خود هل الارتياد بتشارك لكن احنا كجماهير قطريه نتمنى ذلك احنا يعني بناء على التوقع احنا ما نقولها راح تشارك نعم صح احنا نقول احنا والله ودنا نتشارك وخبرها عند مسؤولين هجين الشحانية اكيد بلا شك كجماهير نتمنى انها تشارك ونتمنى انها بالاضافه الى هذه بتشوف اسامي جديده بعد اللي شفنا بروز السنه عند هجين الشحانيه انتقال الحلال من ابناء القبائل الى المؤسسة هجين الشحانيه وبروزها في اشواط الرموز مثل الهلاليه وغيرها ومثل هتان اليوم شفناها في شوط الرنج هذه توها مش رايك لها من القبائل وبكره اتوقع في المرموم تشوف في الحيل وفي الثنايا بعد اسامي جديده اسامي جديده نعم اذا ترى ضيعتنا معك حمد انت قلت الصف الاول والثاني والان تقول استبعدت الله يطول عمر الشيخ تميم كل وليا. يوم فاتح المشترى وكل يوم مشترى عنده طيب احنا احنا ما احنا ما نختلف على هالموضوع ولا على على في مشترى زين كانت في في شغله نقول بناء على التوقعات انا, أنا مع محمد بن ريك ان الصف الثاني اللي شارك في الوثبه ان نادر ما يشارك من اللي شالت الرموش الوقت ضيق ما عندك وقت هذا مع حمد ولا محمد <applause> مع محمد مع محمد الختاميات خلاص ما وراه رشا طيب انا الصومالي يقول انا مع محمد وحنا نقول يا سالم هجنه الشحانيه وهجن الرئاسه وهجن العاصفه كل المؤسسات بتزج باوراقها الرابحه ما حد بداخل ذخيره لانه مثل ما قال هذه ختام الختام هذا شيء طبيعي شي طبعا احنا احنا نتكلم الان على ختام مهرجان الم... ال... نوذبة. المرموم نعم. والوثبه خلاص الوثبه يعني تاريخ 29 30. هو يوم الختام اشواط اصحاب السعاده والسمو الشيوخ نتمنى التوفيق لجميع المؤسسات العملاقه المشاركه في هذا المهرجان الكبير والناموس الاكبر هو ال... الاجتماع والتقاء الاحبه بالاحبه خلونا نذهب الى هاشتاج راعي الضبي ان شاء الله السيف للعيده يستاهل الرود وان لود. شاء الله السيف شحاني نقول ان شاء الله السيف شحاني هذا راعي الضبي ويقصد كذلك لود. الزعيم الهلالي طبعا يقصد اللورد م. الزعيم الهلالي يقول مبروك فوز هجن الشحانيه أبرم زين اليوم وفالها التوفيق نقول بيض الله وجهك ونشكر لك تواصلك معنا الزعيم الهلالي كذلك راعي شيخه برنامج الريس السلام عليكم ومساكم الله بالخير لماذا لا يتم نقل ختام الوثبه والمرموم على قناه الريان اتوقع في برنامج خصص لبرنامج ميادين تغطيه خاصه مع الزميل احمد الشمري هناك في ميدان الوثبه وينقل على قناتكم قناه الريان الفضائيه في الساعه الثامنه مساء إضافة إلى برنامج التوفيق نعم وكذلك مثل ما ذكر محمد برنامج الرئيس أيضا يغطي أبرز وأهم أشواط مهرجان الوثبة ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين مشاهدينا الكرام فاصل قصير ومن ثم نستكمل ما تبقى معنا في هذه الحلقة حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل واهلا وسهلا بكم من جديد نذهب الى اشواط الرموز نذهب الى سن اللقايه نذهب الى اشواط العمانيات نذهب الى اشواط ابناء القبايل ومع النخش ومع اللورد سعيد او شعار اللورد ومع سعيد بن ناصر بن سعيد العيدة النخش هو من استطاع أن يحقق الشداد الذهبي في شوط العمانيات هذا هو شعار اللورد واستطاع النخش أن يقطع مسافة خمسة كيلومترات بتوقيت زمني قدرة بسبع دقائق تسعة وثلاثين ثانية سبعة أجزاء من الثانية حضور مميز للنخش ولشعار اللورد في مسار هذا الشوط بالرغم من وجود منافسة ولكن شعار اللورد كان على الموعد في مسار هذا الشوط، هادي ابو حضور مميز لشعار اللورد في اشواط القايه اشواط الرموز وبالاخص العمانيات. أولا هني عبد الله بن سعيد العيده على فوز النخش بالشداد الذهبي وشفنا النخش من انطلاقه الشوط كان يعني في, في الخمس الاولى وكان مسيطر على الشوط بعد الكيلو الاخير شفنا السيطرة منه. وهذا النخش مشي يمكن قبل عشرة ايام محمد تقريبا. يمكن ما ادري والله. ورئيسي وقبل في رصيده يمكن سيارة او سيارتين. ونهني عبد الله العيده على جهوده ومشتراه ويستاهل ودائما يصرح تصريحات قوية ويردوها بالافعال. والظاهر ان الاول الحين في ابناء القبائل بالنسبة للرموز عنده عشر رموز اللورد ويستاهل. يستاهل يستاهل اذا حضور مميز للورد للورد عفوا في اول اشواط اللقايه وبالاخص اشواط العمانيات حمد بن محمد الراشدي هذا سن الصغير او سن اللقايه حضرت فيه الشعرات القطريه وبالاخص او ممثله بشعار اللورد عبد الله العيده. اولا نهني سعاده عبد الله بن سعيد العيده ونقول له ما هي عليك يا ابو سعيد. النواميس شفنا النخس يعني في مشاركته في السن اللقايه استلم المقدمه من يمكن الكيلو ونص او الكيلو الاخير وكان ضغط عليه في من الحلال اللي جاه من وراء والحمد لله استطاع الجهود. في المقدمه هو من البدايه اي بس لا كان الضغط عليه في في الامتار الاخيره كان نعم في ضغط عليه في بعدين انفرد القهود اي فنهني عبد الله بن سعيد العيده ودخول عبد الله بن سعيد او عودته الى سباقات الهجن أثرى و وعمل ضجة إعلامية سواء هنا أو في دول مجلس التعاون وعملنا يعني حركة في السوق بعد لو تلاحظ في المشتريات يعني ما شاء الله أبو سعيد الناس الداعمين للسوق نعم سوق الهجن عبد يعني, يعني مشترياته ما شاء الله يعني من يوم دخوله من السنة الماضية وهو ما شاء الله ما وقف مشترى نعم إذا حضر شعار اللورد في سن القايه وبالأخص العمانيات القعدان مع النخش الذي استطاع ان يحقق الكاس الذهبي في مسار هذا الشوط اذهب الى الشوط او اشواط الجذاع ومع ام المواقع في هذه الواقعه التي استطاعت بحضورها وتميزها ان تنتزع ايضا الرمز الغالي اشداد او كاس كاس الجذاع الكاس الفضي انتاج ومع شعار البرنس هذا الشعار الذي دائما ما يحضر في مثل هذه الاشواط ومن المواقع مع مالكها سالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري وتوقيتها عبرت هذه الرحله رحله ستة كيلومترات بتوقيت زمني قدر بثمان دقائق 53 ثانيه اربعه اجزاء من الثانيه سعيد حضور مميز لشعار البرنس في مسار هذا الشوط وكذلك انتزاع هذا الرمز الغالي في اشواط الانتاج. اولا نهني اهني الله محمد بن عقيل على انتزاع بكرته للشوط الرئيسي وهذا ما هو غريب عليها البكره هو مرشحها من قبل الاشتراك. نعم. قال عندي بكره سبوق وبكره قويه وان شاء الله نهاء الله ونتمنى لها التوفيق. اللهم امين. وبكره ما نشوفها شيخه على الشوط من بدايه الشوط لما شاء الله. ما شاء الله ويستاهل ابو استهد. محمد ولا هي عليها عليه راعي رموز. وراعي انتاج وراعي مشترى. نعم. محمد نشوف الان معطيه فارق عن الحلال. معطيه فارق هذا الشوط تابعته سالم من البدايه. نعم. هذه آه ناقه راجعه من اصابه مثل ما تشوف الحين. ناقه مصابه ويشهد الله اني قلت الله يوصلها بالسلامه. ناقه موسومه على اعضاد وموسومه على اكثر من اصابه صادق. واضح فيها اثر واسمها جديد. وناقه نعم قامت راسه ونهت الشوط رأس وكانت شكل واداء ما شاء وجابت من افضل الكتيمات ذاك اليوم نهني جار الله بمحمد محمد بن عقيل نعم ووالده محمد بن طالب بن عقيل واشقائهم واشقاء جار الله على هذا الفوز ونقول يستاهل تهانينا البرنس على هذا الفوز وحافظ على ام المواقع وخواتها وخواتها وهذا الانتاج الطيب نهني على الانتاج الطيب شوف نعم. يعني ما حد جابت 58 58 53 58 53 بدون يعني بدون مضايقه يعني لو لو نضغط عليها اكثر شوف شوف شو النهايه تكسر شو ولكن شو اللي, اللي لفت انتباهي في البكره ما شاء الله. الاصابه اللي فيها والركضه قامت راس وانهت راس ما شاء الله, الله بارك <مش> تجرب محمد بن عقيل وهذا مو غريب على البريس ما ادري وش سلالتها سلالتها ابوها تبر المملوك لهجن العاصفه ابوها التبر المملوك لهجر العاصمة المملوك لهجر العاصي <applause> الله بن عقيل وامها الله بن عقيل ترى ما لها مشاركات واجده البكره يمكن هذا رابع او خامس اشتراك اي بس بكره مصابه باكتب. وتاخذ رمز يقول الله يوفقه ان شاء الله هذه بكره فعلا رئيسي يستاهل ابو محمد بكره هاي اذا انتهينا والنمو نتمنى له التوفيق ان شاء الله ما عنده احد وحتى السيوف اللهم امين نتمنى التوفيق من خلال هذه المشاركه ام المواقع اداء مميز في مسار هذا الشوط شوط الانتاج للجذاع البكار ونقول فالتوفيق التوفيق دائما وأبدا. اذهب الى اشواط ايضا الجذاع القعدان اشواط العمانيات ومع نابليون ومع شعار المسند الذي حضر في مسار هذا الشوط واستطاع ان ينتزع اشداد الذهبي مع نابليون ناصر بن علي بن احمد المسند والتوقيت الزمني لنابليون تسع دقائق ثانيتين جزء واحد من الثانيه محمد حضور مميز لشعار المسند في شوط الرمز شوط الشتاد الذهبي فعلا سالم نهني ناصر بن عبد الله بن احمد المسند على هذا الفوز المستحق فوز نابليون واختطافه اه للرمز الغالي في اه عاصمه الميادين الوثبه واهدى السلامات الى قطر والى اهل الخور ونقول سلام يا الخور سلام ابو اه عبد الله داعم اه رسمي لشعاره دائما نشوفه يحضر في اشواط الرموز يشتري السبوق وين ما كانت يشارك في اشواط السيوف يشارك في محب وهاوي ويحب يمثل قطر في كل مكان حاله حال, حال بن عقيل حاله حال العيده العطيه حال نعم. القطر بشكل عام نعم فنبارك له على هذا استاه. الفوز مثل ما تشوف الحين دخول نابليون كان اندفاعته في النهايه قويه في اخر الامتار نعم في اخر الامتار كانت اندفاعته قويه جدا استطاع الفوز بجداره واستحقاق آه. تقريبا في اخر في, في اخر كيلو دخل تقريبا رقم 36 صحيح وكان, وكان تيم مميز على القعدان سالم يعني تسع وثانيتين وثاني وثانيتين توقيت مميز للقعدان بنبارك للمسند على هذا الفوز ونقول فعلا انه موسى يستاهل حضور مميز الشعار المسند وكذلك لنابليون في مسار هذا الشوط بالرغم من وجود ايضا اسماء رشحت لانتزاع اشداد الذهبي هادي اولا اهني ناصر عبد الله المسند على فوز نابليون بال بالرمز ومش غريبه على المسند دائما متواجد في الرموز في السيوف والرموز في, في السن الصغير وفي الكبير ويستاهل وداعم لهذا الشعار ومن اشترى وصل حصلته دائما في الاشواط الرئيسيه والقعود هذا سبوك ومعاه قعدان ما يستهان به كلها امات رموز واللي في الشوط هذا كلها مرشحه للرمز ايوه شعار اللورد تحت نعم شعار عبد الله العيده موجود شعار عبد الله العيده كل الشعارات القويه موجوده أكيد وهذا اكيد الناموس واحد نعم الناموس واحد وهو يمثل, يمثل أهل قطر يمثل الشعار الأدعم نعم. إذا نابليون ويستاهل أبو عبد الله هذا البوطي يستاهل المخزون العالي والطاقة والحضور في مسار هذا الشوط ومع شعار دائما ما يدعم شعاره بالمشتريات شعار ناصر ناصر بن علي بن أحمد المسند نقول الناموس يا ناصر على هذا الحضور المميز هذا ما يخص أشواط أبناء القبائل بالنسبة لفئة اللقايا وكذلك الجداع إذا حضرت الهجن القطرية هناك في مهرجان الوثبة قدمت ما عليها حصدت الرموز نافست وبشكل قوي في معظم الأشواط نتوقع يوم الختام لأبناء القبائل بناء على هذه المعطيات محمد يكون حضور أيضا قوي لهذه الشعارات. في مسار هذه الاشواط وبالاخص شعارات دائما ما تدعم شعارها بالمشتريات حتى ليله الرحم شاهدنا تتسيد سالم الختاميات في السنه هذه في الكويت وفي ومنافسه ومنافسه طيبه في ميدان الشحن وخذ رموز اكيد سالم بتواجه صعوبه شعارات القطريه هذا لا شك فيه صحيح ولكن احنا نتوقع ان شاء الله على المشتريات اللي شاهدناها بعض الاسماء مثل ما ذكر الربع عندك شعار اللورد عبد الله العيده شعار المسند شعار بن عقيل شعار الجريان هل الجريان العطيه الهديفي الهديفي احمد منصور. بن غانم الهديفي وغانم بن منصور وايضا بن قمره وشعارات على احنا نذكرها على سبيل الذكر للحصر يعني صحيح. ما نقدر نحصرها عندك شعار راعي بيضان بيكون موجود ومرشح ما يترشح عليه بيضان هذا في الانتاج هذا في الانتاج, في الانتاج نعم. وفي الرموز هو في اليوم الختام نعم ف بتنافس وبتواجه ايضا منافسه صعبه من اشقائنا الاماراتيين والخليجيين بشكل عام المنافسة صعبه ونحن نتمنى ان شاء الله التوفيق للهجره القطريه ولكن الله. سالم اتوقع المنافسه صعبه وصعبه جدا باذن الله محمد يتوقع منافسه صعبه في يوم الختام بالنسبه لابناء القبائل الزعيم الهلالي مره ثانيه يمسيكم بالخير يقول النخش في اللقايه ما شاء الله تبارك الرحمن ولا غريبة على اللورد له نظره في المشتريات ما تخيل صح ما قصرت مضمر النخش اللي هو حمد بن رايه حمد بن رايه بعد ما ننساه وبيض الله وجهه ايضا يستاهل الناموس من خلال هذا العرض المميز للنخش في سن وانتظروا في الكبار ايضا شعار العيد محمد يتوقع منافسه قويه وصعبه بالنسبه لاشواط ابناء القبائل بحضور الاسماء والشعارات المعروفه خلينا نقول اللي دائما ما تتواجد في مثل هذه الاشواط وبالاخص شعراتها اهل انا وافق محمد اخوي محمد بريك في هذا الراي اتوقع انها بتكون مشاركه قويه سواء في الحيل او الزمول لانك لو تلاحظ انت مشتريات ابناء القبائل سواء وبالاخص الهجنه القطريه نعم. مشترياتهم مش لسياره جميع المشتريات بتكون لاشواط رموز يعني سيف او كاس صحيح جميع المشتريات وشفنا يعني احنا يعني مشترياتهم في ختام سمو الامير الله يطول عمره راحت فوق ال 50 مليون مشتريات ابناء القبائل بس غير مشتريات اصحاب السمو الشيوخ فاتوقع انا مشاركتهم بتكون قويه وان شاء الله انهم يفرحون ان شاء الله وبيرجعون بالكاس ان شاء الله وبالسيف باذن الله نتمنى التوفيق لجميع الشعارات المشاركه في مسار هذه الاشواط ايام او يوم الختام دائما ما يكون له طابعه الخاص، حضوره الخاص، ايضا مرتقب من الجميع الجهات الاعلاميه، محبي هذه الرياضه وكذلك ملاك هذه الرياضه. اذهب الى الكاس الذهبي لسن الجذاع لاشواط اصحاب السعاده والسمو الشيوخ ومع ندى او ند المملوكه لهجن الشحانيه ومع شبل المضمرين. جابر ابن سالم ابن فاران العمانيات حضرت ند واستطاعت ان تقتنص الذهب بكاس الذهب وان تقطع مسافه السته كيلو مترات بتوقيت ايضا مميز ثمانية 48 ثانيه تسعه اجزاء من الثانيه فتهانينا والناموس لسيدي حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى على ما قدمت هجن الشحانيه هناك في مهرجان الوثبه من انجازات وكذلك التهنئه والناموس لمحبي هذا الشعار. سعيد حضرت الشحانيه في كاس الذهب ويوم الذهب مع ند في اشواط العمانيات. حضرت حضور مشرف وبيض الله وجهه القايمين عليها ومضمرين الذهبي حقق الذهب ويستاهل ولو غريب عليه ثلاث رموز من اربع رموز. وند كانت مرشحه ما سبقت من فراغ ولا يسبق الا سبوق وان شاء الله نتمنى لهم الافضل ان شاء الله في المستقبل. باذن الله هذه حضور ند في مسار هذا الشوط كان كانت ند قوي لجميع الاسماء المشاركه معها في مسار هذا الشوط او عفوا القعدان المشاركه معها في مسار هذا الشوط. اولا هني سمو امير كم. البلاد المفدى على ند الشوط الاول كان فوز ند بالكاس الذهبي والمضمر الذهبي سالم من فران ومش غريب عليه دائما تحصل في اشواط الذهب و... وند كان عليها ترشيح وهي ما كان عندها رموز من اول البكره هذه فالظهر الشهبة فهد من حباب والبكره هذه ما كان ما كان لها منافس يعني ما انضغطت البكره في الشوط خذت الشوط بريحيه وهذه البكره تنحدر من, من سلاله شاهين مشريه حقه ما حقه من عبد الله بن راعي الطير الظاهر العامري والبكر بس دخولها قوي مثل ما نشوف هذه في, في مسار هذا نعم ند فعلا كانت ند للاسماء المشاركه معها مثل ما تفضل محمد بن بريك قدمت عرض مميز في مسار هذا الشوط. انا هجني الشحانيه على اكتشاف نجمه ظهرت في ميدان الوثبه هذه الناقه بكلها ان شاء الله حضور في السنوات القادمه لو لو رجع سالم بالذاكره قبل خمس سنوات وراء او اربع سنوات او خمس الى ميدان المرموم كان اكتشاف المعجزه النادره الجزيره وظهورها صح على العلن بكاس ذهبي الشوط المفتوح في ميدان المرموم وفي 47 او 48 نفس التوقيت تقريبا لا كانت في سن اللقايه سن اللقايه لكن انا الشحانية على اكتشاف نجمة جديدة تنضم إلى قائمة نجوم الشحانية الموجودة نعم هاي ناقة برزت أبهرتنا ذاك الليل في, ذلك المساء بهذا المستوى الباهر بهذا التوقيت المميز ناقة كانت من دفعة وبأريحية ورايحة الناقة حتى المؤسسات الأخرى وحنا كجمهور كان يعني فاجأتنا بهذا المستوى طيب نعم. اسم جديد في الرمز اسم جديد ما توقعته اسم جديد لا نعم. سبوق اكيد سبوق ما فيها كلام في رصيدها رصد سيارات ومشاريع على سبق ولكن انك تاخذ كاس مع مؤسسات عملاقه بنلاقيها بنقول يعني من الصف اللي ما كانت معروفه يعني. ما كانت معروفه في يعني. وفي سن الجداع نعم مثل ما شيء طيب يحسب الهجن الشحانية. طبق حمد بن جرحب نحن تفاجئنا باسماء جديده صحيح, صحيح. صحيح. هذا الشحانيه اكيد وللقائمين على مؤسسه لاجل الشحانيه والمضمر الذهبي اللي حافظ على الورقه الرابحه هذه ودفعها في يوم حاجتها كانت مذخوره نعم. مثل هذا اليوم والتوقيت ايضا من افضل التوقيتات ولا ننسى يعني ولا ننسى شبل المضمرين اكيد ما ننسى الشبل جاب الرساله آه 48 توقيت مميز سامر. اكيد سامر. عطت فرق في التيم من ضمن اربع الرموز فرق في التيم فرق قوي ما شاء الله علي. انا اقول اكتشاف نجمه بكلها ان شاء الله مستقبل يمكن شوفها تاخذ السيف محمد يتوقع ان تكون له حضور مميز ند في السنوات القادمه باذن الله سواء كان في سن كانت من او في, في سن الواتب. الحيل وزمول والانطلاقه كانت من هناك من مهرجان الوثبة. الوثبه محمد ايضا صاحب خبره في هذا المجال فانتهينا والناموس مره اخرى لهجن الشحانيه بهذا الحضور المميز ايضا حضر شعار الشحانيه الشعار الادعم مع الراسيه في الشوط المفتوح للجداع واستطاعت الراسيه ان ترسو على شط هذا الشوط وتنتزع الكاس الفضي أيضا بحضور هذا الشعار وبتوقيت كذلك مميز ثمان خمسين ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية فتهانينا مرة أخرى لهجن الشحانية على هذا التميز هناك في أرضية ميدان الوثبة حمد بن محمد الراشدي شاهدنا ند والآن نشاهد الراسية أيضا تنتزع ثاني الرموز في ميدان الوثبة اولا ابارك الى سيد مقام سيدي سمو الامير البلاد المفدى بفوز هجن الشحانيه اولا بند في الشوط المحليات وبعدين في الشوط المفتوح في اللي هي الراسيه اللي عند المضمر الذهبي سالم بن فران نعم وبارك لسالم بن فران هو جميع طاقم العمل اللي يعملون تحت مظله هجن الشحانيه واقول لهم مش غريبه عليكم والرقم شفناها طبعا في الشوط هذا الشوط كان قوي من اقوى الاشواط اللي كانت هذاك اليوم كان من ضغط الحلال وكثره الحلال اللي في الشوط مع بعض الان إيه نعم حمد. شو لين الكيلو الاخير وشو مجموعه من الحلال لكن الراسيه ما شاء الله يعني شفناها راهيه في الشوط والآن الان نشوف دخولها دخولها دخلت في الكيلو الاخير في الكيلو الاخير نعم. نعم صحيح دخلت في الكيلو الاخير لكن ما شاء الله شوف حتى لو انت لو تشوف المطيه الحين تشوفها راهيه وما عندها ومستانسه اصلا صحيح. حتى في ركضه هي مستانسه صحيح. لو بعد اقول لك لو المسافه اطول كان ما عندها اي مشكله نعم الآن يمكن نشوف اللي في المقدمه هجن الرئاسه وهي في في المركز الثاني الراسيه نعم وكذلك ايضا هجن العاصفه في المركز الثالث ولكن الان نشوف دخول الشعارين محمد كل الشعارات موجوده لكن الشعارات نشوف دخول الراسيه دخول الراسيه وايضا دخول الهجن الشحني عن سلطان الوهيبي وعن جابر بن فران وعن صحيح. محمد بن زيتون هجن الرئاسه وكذلك أه الخيالي الخيالي، وكذلك أه جابر بن فاران فتكدس من الشعارات شوط صعب سالم هذا الشوط شوط مفتوح فعلا شوط مفتوح هي رقم 21 من الاشواط واتوقع التيم انه جاء اثقل من تيم المحليات صحيح. لان التيم الشوط ضغط الشوط فيه تحفظ ما فيه ضغط في تحفظ وفي ضغط لو في ضغط كان راح يجي يكون التيم افضل ممكن في ضغط انت لو تشوف الشوط من بدايته كان فيه جر وفيه حرق اوراق هو ف... ما بدت الا في اخر الامتار صح محمد صح لكن شو... في البدايه كان من راح يحرك اول صحيح هم هذا الشوط سالم من اهم الاشواط صحيح لان الشوط مفتوح صح 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 مفتوح, صح مفتوح تدخل في والمهجنه صحيح و... صح فعلا ما شاء الله أسبق ما, ما شاء عندي. الله ما شاء الله فما شاء الله تبارك الله نهني هجين الشحانيه ونهني المضمر الشبل جابر بن سالم او المضمر الذهبي سالم بن فاران سالم بن فاران على قيادته للراسيه في هذا, هذا الشوط في مسار هذا الشوط ايضا الراسيه تحقق هذا الرمز يمكن ما شاهدناها تاخذ رمز قبل الشوط هذا أو اول أيضاً رمز لها ايضا يعني فاجانا بورقه رابحه ثانيه هذه من الوجوه الجديده تزخر مثل ما ذكرنا في بدايه الحديث بالاوراق الرابحه بالاوراق الرابحه وبالنجوم سالم هذا هل دليل قوه تجنة الشحانيه هذا دليل قوه هذا ايش هذه؟ هذا دليل, دليل قوه تجنة الشحانيه نعم فعلا ومثل ما ذكر محمد واشار هادي هذا هو دليل القوة بتجهيز الصف الاول والصف الثاني لمثل هذه المنافسات والاستعداد لمثل هذه الختاميات الاشواط المفتوحه هي المعتمده في الختاميات ميدان المرموم في ميدان الشهيد صحيح في الكويت في ميدان المرموم وقطر والكويت أوي. الاشواط اللي دائما تكون الاولى اشواط الذهب هي الاشواط المفتوحه فاكثر المضمرين يركزون يستعد على. مثل هذا تكون عنده في اشواط نعم. الاشواط المفتوحه هي اشواط هاي. هي اشواط القوه الاشواط المفتوحه أنا اذهب ايضا الى ثالث الاشواط الشوط المفتوح شوط الجداع القعدان ومع كذلك شعار الشحانيه ومع عتيم الذي استطاع ايضا بدوره ان ينتزع إشداد الفضي من خلال تواجده في مسار هذا الشوط ومع شبل المضمرين جابر بن سالم بن فران توقيت عتيم ثمان ثمانية جزء واحد من الثانية تهنينا مرة أخرى لهجن الشحانية ولشبل المضمرين وكذلك المضمر الذهبي ولمحبي هذا الشعار بهذا الإنجاز الذي أيضا يتحقق مع عتيم في مسار هذا الشوط شوط مفتوح حضرت فيه الأسماء. والترشيحات والشعارات هجن العاصفة هجن الرئاسة أيضا شوط ملتهب هادي من خلال تواجد هذه الأسماء في مسار هذا الشوط وكذلك نتفاجأ باسم جديد ينتزع أيضا الرمز أولا أهني مضمر عتيم جابر بسال بن فاران مؤسس هجن الشحانية على فوز عتيم بالكاس الفضي الشوط المفتوح وهذا الشوط من اقوى الاشواط الشوط هذا كله معاها اسماء قويه صاحبات رموز ومرشحه نعم ورينا عتيم قام في المقدمه وكان مرتاح وعطى فارق في النهايه وعتيم على ما اظن رمز في مركاض الامير الوالد اسمه الامير الوالد في ابناء القبائل في ابناء القبائل الشحانيه هذا اتوقع انه اول خليفة بن حمد رمز العطية. يحصل العطية. عليه عتيم كان عنده <applause> كان نعطيه خليفه بن حمد العطيه انتقلت <applause> الملكيه من خ... حمد قبل الشهر خليفة بن حمد قبل شهر وهذا القعود انا اتوقع له حضور مثل حضور ند وشوف الفارق الله. اللي اعطاه في اللي النهايه ما شاء الله هو دخل ترى يا بس استهدف القعود من الكيلو من النهايه من سالم استهدف القعود وكانوا ضاغطين عليه صحيح ما شاء الله عليه مخزونه قوي القعود شوف شعار ايضا قام راسه ساقوا عليه الرئاسه ساقوا عليه الرئاسه حركته وزيد يعني رد قعود وعطى نهايه نهايه تبشر بخير هذا ان شاء الله ان شاء الله إن لمستقبل وان شاء الله انه من رمز ويرمز وشكل عليه اداء وشكل الاول عنده اجر شحنيه ما شاء الله تبارك الرحمن الجمع فيه سالم الان عطى الفارق الشكل والاداء وسلالته نعم. سلاله بعد و... سلاله راهي ولد راهي, راهي ولد راهي راهي ولد راهي سهير بن محمد اظن الله يسلمك الحين نقول انه ملاك هجن الشحانيه يشترون مثل مثل ابن عطيه مثل العيده مثل آه الربع اللي يشترون الهجن نعم. شوف هذا من مشترى العطيه كبار الملاك كبار الملاك المؤسسه نعم مؤسسه الشحانيه نعم الحمد لله والشكر يعني شاهدنا هذا القعود يطلع من عند الجماعه عند الشيوخ ياخذ رمز نعم الهلاليه نفس الشيء الهلاليه نفس الشيء حلب شعار اللورد حلب كذلك ايضا قدمت عرض مهتان طبعا من واقع أربعة رموز لسن الجذاع بس سالم لأصحاب السعادة والسمو بخير. الشيوخ نعم. محمد حصدت الشحانية ثلاثة رموز نقول بيض الله وجيهكم وما قصرتوا على هذا الإنجاز الذي يحقق هناك في ميدان الوثبة أبو نعم ثامر في ملاحظة للأخوة المضمرين تفضل. دائما نسمع عند بعض مضمري هجل الشيوخ أن فرضا في اللقاية أو في الجداع نعم. ما في سبق عند الشعب أو عند الجماعة القبائل بالعكس اللي شاهدناه في هذا الموسم انا اتكلم عن هذا الموسم بالتحديد يعني انك تاخذ جذعه ولا لقي او لقيه او جذعة او جذع وترفع لجنه الشيوخ يسبقهم فالموسم هذا يعني نسف كل الكلام هذا او المشككين السبوق موجوده لذلك كل المؤسسات واخص بالذكر مؤسسه الشحانيه نعم ينتبهون يتعسسون يترسسون الى عين السبوق اللي في في الشعب ما راح يدخلونها ما راح يدخلونها فبتسبق <applause> وهذا دليل اللي شاهدناه القعود ما راح يدخلونها نعم ما راح يدخلونها عتيم وكذلك الهلاليه وغيرها من الاسماء القويه اكيد طيب وهتان في خل... موسمها خلونا نعم نعم. نذهب الى الى الهاشتاج عين العامري برنامج الريس اتوقع الباز بعير البحيح بيشارك في رمز الزمول انتاج المهجنات وش هو الباز؟ بعير بن فيدان <applause> هذا بعير بن فيدان <applause> في <applause> رصيد السيارات وفي رصيد السيارات ولد الباز بشارك في الأشواط الانتاج ولا لا في الاشواط لا لا المفتوح؟ ال... الاشواط الانتاج يمكن في الاشواط المفتوح؟ الانتاج المفتوحه الانتاج للمهجنات المهجنات الانتاج يعني نعم هذا, نعم هذا رشح هذا في رصيد السيارات في, في, في رصيد السيارات سيارات. إذن ايضا يا عين العامري يرشحونه من المرشحين انتزاع. من المرشحين لانتزاع الرموز ايضا اخونا الزعيم الهلالي يقول بيض الله وجهك على المتابعه وعلى تواصلك معنا يقول تعليق سعد العتيبي في شوط الرمز اليوم ذكرني بيوم خود خود ما شاء الله تبارك الرحمن سعد نقول ما شاء الله تبارك الرحمن من افضل المعلقين في ارضيه الميدان وكذلك زميلنا محمد ابن بريك وجميع المعلقين نقول بيض الله وجيهم على ما يقدمون لخدمه هذا الموروث موروث الاباء والاجداد ايضا وطبان ابن هلال الشمردل اللي يقول برنامج الريس امسي عليكم وعلى ومسي عليك وعلى ضيوفكم بالخير يا مرحبا وابارك لهجن الشحانيه الرموز وعندي سؤال السيارات في الكادر العلوي بعضهم مع اجهزه نداء هل لهم دور في المساير اكيد خلنا نسال المعلق هو اكيد لهم دور اذا معهم اجهزه نداء اكيد الان الراكب الان هو اللي ساير الان مطيتة. نعم. الان شرح للإخوان اللي السائل اللي يسال مسا عليه بالخير ويقول يا مرحبا الان تغيرت تغيرت الامور اول كان راكب بشري هو اللي صحيح. يضرب مثل غار نفسه واذا كلمته صحيح. الان لا الاوامر كلها تجي من عند المضمر بالاجهزه اللاسلكيه اللي يشوف هذه نعم. سواء صوت كلام تنبيه المطيه او سواء بالاصدار الاوامر وتحريك الالي نعم ضرب نعم أكيد عشان يكون بعد على مقربة منها يمكن نعم. هو لاحظ السيارات موجودة وال والأجهزة أصلا ما ما, ما تحرك المطية في الشوط الا بالأجهزة هذه سواء كان, سواء كان بالصوت سواء كان كل شيء بالعصا ونقول فلهم التوفيق بإذن الله المشاركين في مسار هذه الأشواط بلا شك أيام مرتقبة في ختام هذا المهرجان الكبير أيام أشواط أبناء القبائل الحيل والزمول وكذلك أصحاب السعادة والسموم والشيوخ ايضا في تاريخ 29 راح يكون يوم الذهب يوم الختام لهذا المهرجان الكبير نتمنى التوفيق لجميع المشاركين وننتقل معكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام الى فاصل ومن ثم نعود لنستكمل ما تبقى معنا في هذه الحلقه. شكرا الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل وبعد ان استعرضنا اشواط اصحاب السعاده والسمو والشيوخ في سن الجذاع الان ننتقل الى السن الكبير سن المحبوب سن المتعه سن الثنايا ومع هجن ابناء القبائل ومع رفح ومع شعار بن جهويل الذي استطاع من خلال تواجد رفح في مسار هذا الشوط شوط الانتاج ان ينتزع الرمز الغالي الكاس الفضي لسن الثنايا البكار بن جهويل حاضر مع رفح سالم بن مبارك بن جهويل المري واستطاعت رفح ان تقطع مسافه الثمانية كيلومترات بتوقيت زمني قدره ب 12 دقيقه 51 ثانيه جزء واحد من الثانية في شوط الإنتاج محمد بن بريك حضور مميز لشعار بن جهويل مع رفح في مسار هذا الشوط نعم بالفعل تقدم بالتهاني والناموس المالك رفح سالم بن مبارك بن جهويل وإلى أبناء حمد ومحمد ورفح يعني غني عن التعريف هذه السيارة ماخذ السيارة عندنا في مهرجان أمير الوالد نعم. وما ذاقت الهزيمة في هذا الموسم سابقا في ميدان المرموم في المحليات وفي ميدان الوذبه ايضا في المحليات في السباقات المحليه اقصد التمهيديه يعني. نعم وسابقه عندنا هنا في قطر راعيها دخرها للختاميات اخذت سياره في الامير الوالد شاهدناها تاخذ الكاس بجداره واستحقاق وتوقيتها مميز نعم والناقه امها منتجه ناقه في رصيدها ثلاث سيارات اختها ماشو. من امها الكدريه اللي كانت معروفه عند سالم مبارك من جهويل نعم واخوها من امها ايضا منتقل الشحانيه بمبلغ مليونين مليونين نعم. ولد الطاير وهي اعتقد سلالتها عم بنت الزعيم المملوك محمد بن زايد نعم. الخيري. بنت الزعيم الخيارين بن زايد محمد بن زايد سعادة محمد بن زايد الخيارين نعم ناقه يعني سلاله غنيه عن التعريف من الاب ومن الام نهني بن جهويل على هذا الناقه الطيبه ونقول حافظ على رفح وعلى ام رفح اللي موجوده عندك في الانتاج نعم حافظ على رفح وام رفح الموجوده عندك في الانتاج حمد بن محمد الراشدي مثل ذا المطايا الندر وانتاج بالاخص لازم الواحد يحافظ على امها اول شيء ابارك للوالد سالم مبارك الجهويل واقول له اقول له للوالد سالم مبارك ناموسك اليوم ناموسين ولله عاده ما يخليها نعم. الوالد سالم مبارك من قدام المعاصرين نعم. في صحيح. مجال سباقات الهجن ونبارك له هو وابنائه ونقول له حافظ على رفح امهاتها حافظ على رفح يعني شفنا شفناها, شفناها بثامر قامت راس وانهت الشوط راس مريحة. اهني سالم مبارك من جهويل وعياله على فوز رفح يستاهلون و... وعندي كلمه من المحل ذا اوجه لملاك فحول الشحانية. نعم ان يعطونها كرت أمه دخول على الفايز تضرب بالفايز ام رفح نشوف اختها رفح. على الفايز ام رفح ام رفح من أه منتجمها ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله شوف اختها على الفايز بتطلع ملاحظة بس لزيرة. انها وصلت قيمه هذه ناقه قبل قبل ما تسبق مهرجان الامير الوالد وصلت أيه. قيمه وراعيها أي ما باع قبل ما تسبق في في مهرجان السيارة في الأمير سيد الوالد, الوالد. نعم. هل الهجن عندهم نظره ثاقبه كبار نعم الملاك ناقه هي وصلها هو ابدا هذا الناقه هذا ثاني رمز في رصيدها لا ما اخذت سياره ما اخذت سيارة. سيارة. سياره وهذا رمز ابو ثامر هذا الاشواط الناقه ما جاء ركض 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 من ركضها إلا نصها ادوارها اكثر من كذا ما شاء الله تبارك الرحمن الله يبارك لها فيها الله يبارك قامت راس ونهني وانت على هذا الحضور المميز لرفح وتقوم راس وتنهي راس وفعلا كانت على الموعد في مسار هذا الشوط ومع الكاس الفضي ثاني الاشواط اشواط الانتاج بالنسبه للجذع او الثنايا الثنايا الكار او الثنايا القعدان <applause> عفوا كنا مع كفو المملوك للسيد صالح بن مسعود بن سعيد القطامي المري كفو استطاع ان ينتزع ايضا اشداد الفضي من خلال تواجده في مسار هذا الشوط 13 دقيقه 22 ثانيه سته اجزاء من الثانيه شوط الانتاج للثنايا القعدان كفو هادي كان كفو في مسار هذا الشوط. اولا هني صالح بن مسعود بن قطامي على فوز كفو يستاهل ومسعود القطامي وكفو مش غريب عليه السبق هذا من عاده حق كان يسبق سبق في اللقايه وبعدين جاء اصابه والسنه هذا جاء ثاني على السياره في مهرجان الشيخ محمد بن زايد في اللبسه نعم وشفنا مشاركته في الثنايا وخذ الرمز وكان يعني لو مش قد الرمز ما قدم رعيه في الرمز لان ان شاء الله نتأمل منه هذا شوف قاعدين سبق معنا نعم شوفك. واكثر وهالقعود سبوق من سلاله طيبه سلاله المتحد سلاله المتحد المتحد, المتحد نعم محمد بن مهيره ما شاء الله اي وامه موجوده عندهم في الانتاج عند صالح بن قطامي نعم ونقول الله يوفقه ان شاء الله ودائما انتاجهم طيب نعم. هم انا اقول كفو اسمه كفو وهو كفو ورعيه كفو وبيض الله وجهه مع قعدان مرشحات كلهم هذا يسبق وثبة وسبق اكثر ما شاء الله نعم من بن قطام الناموس نعم شاهد شعار جرب الحمد بن سالمين وشعار اعتقد بن دري وشعارات شعار بن بن الثم هذا نعم. كفر رقم 21 رقم 21, 21 شعار دخوله نعم, نعم نعم وفي شعارات قويه موجوده شعارات لها حضور دائما في المهرجانات الكبيره حقيقه نشكر القائمين على ميدان الوثبه على اتاحه الفرصه للمنتجين وان شاء الله نشوف هذه يطبق في باقي الميادين عندنا في الشحانيه وفي ميدان المرموم في السنوات القادمه فكره ناجحه سالم هل الانتاج خذوا رموز استانسوا اه ارتاحوا استانسوا على انتاجهم ان في رمز لان يختلف رمز الانتاج على المشتريات يمكن انت صحيح. عندك انت منتج ولكن ما تقدر تغارع كبار الملاك اكيد يشترون بالملايين يدخلون معك هذه بادره طيبه حتى الانتاج قويه انك يعني تخصص لهم اشواط شوف سالم صحيح. رياضه الهجن موسم عن موسم تتطور فهذا الشيء شاهدناه في في هذا العام ما فيها ما فيها ما فيها اشواط ما فيها اشواط, انتاج. أشواط ما فيها اشواط اذا يطبقون الموسم هذا الله العالم احنا من العام الماضي احنا من العام المقبل عفوا راح يكون باذن الله هناك اشواط في ميدان انتاج من سن الحقائق لسن الحيل بامر م. ساميه من المقام السامي سيدي حفظه الله الله يطول عمره ودعم عمارة. لهذه الرياضه وموروث وهذا الموروث موروث الاباء والاجداد وكذلك يمكن محمد اخص الحقيقه الانتاج انه مزاحمة اللي يشترون بالملايين غير الناس اللي ما يقدرون يشترون بالملايين عنده انتاجه يتعب على انتاجه فتخصص له اشواط تعطيه مجال انه يبيع ويشتري صحيح. وكذلك يكون فيه بورصه في هذا المجال نعم سالم بالذات اذا كان عندك بعير كبير ولا ناقه كبيره وصلت سن التقدير لها انت يمكن توديها للانتاج لكن اذا تم هناك حافز مو بسياره لكن فيه رمز ومع الرمز مبلغ مالي نص صحيح. مليون او ربع مليون فانت بتحافظ عليها بتقول لها بركضها وبعدين بوديها الانتاج وبتنتقل الى مؤسسه بمبلغ يمكن تشارك بعدين في اشواط السيوف اللي فيها ملايين اكيد, أكيد. هذا دعم كبير وسب... نشكر غير. سبقها غير سبقها غير صاحب السمو اذا كانت اذا كانت إنتاج تفضل اقول نشكر حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى على الخبر اللي سمعناه انه راح يكون عندنا اشواط انتاج وهذا ما بغريب على ميدان التحدي الزين في الميادين الخليجيه سالم سواء ميدان التحدي نعم. او ميدان عاصمه الميادين او ميدان المرموم إن الشيء الطيب اللي طبق وينجح في الميدان ويشوفونه المنظمين الاخرين يقولون لا هذا بنطبقه عندنا هذا شيء طيب ورياضه الهجن بلا اصحاب السمو الشيوخ الله يطول عمارهم يعطينا شهر شاء الامن والامان والصحه والعافيه كل موسم نشوف شيء جديد وشيء طيب نعم. يعود بالنفع على ملاك الهجن وتاكد ان اي شيء في, في 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 مصلحه هذه الرياضه رياضه الاباء والاجداد وكذلك ملاكها وايضا محبيها ما راح يقصرون فيه طوال العمار نقول بيض الله وجيههم على هذا الدعم المستمر لهذه الرياضه. نروح للهاشتاج برنامج الرئيس امسي عليك اخوي ابو ثامر وعلى ضيوفك الكرام وتحيه خاصه لبو بريك وابو شقله. الله يحييك. من حمد. احمد احمد, أحمد. يقول بيض الله وجهك يا احمد كذلك قطر آه. 2022 متى مهرجان المرموم؟ اتوقع انه 4 4 او 3 4 5 4 5 4 5 4 يبدا مهرجان المرموم. يا قطر وعندنا تحدي ترى في قطر شهر 5 عندنا التحدي عقب ختام المرموم ختام الختاميات بيكون التحدي نعم. خاص نعم. لابناء القبائل 26 المعركه 26 4 تقريبا التحدي سالم المعركه الحقيقيه انا اسميها المنافسه المعرك. على قولة سعيد ام المعارك لأن كلهم اصحاب كلهم كلهم اشواط رموز اللي تجي خامس مشواد. على الرمز في اي ميدان نخبه النخبه هو الخامس ولا ثالث؟ لا ثالث الثالث ولا الخامس؟ ثالث, ثالث ثالث الثلاث الاوائل يعني على حسب المعلومات اللي عندي هم الثلاث الاوائل الثلاث الاوائل او الخمس الاوائل كلها تتعدد الاسباب بلا شك والفوز واحد اكيد صحيح. طيب فأنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع ولكن نقول ترقبوا سباق التحدي في هذا العام بتشوف توقيتات وبتشوف هجن يعني ما حد بداخل شيء بتكون المنافسه على, على وبالذات بالذات انهم منافسين على اشواط رموز ايضا راح نستمتع ان شاء الله عين العامري من يرجع مع الباز من اقوى زمول المرشحات في المهجنات وحطوا ترشيحي عليه طيب يا عين العامري قلت ترشيحي في محله ترشح الباز اقول لك ترشيحك في محله الباز ما في السؤال ايضا قطر 2022 السؤال ليه تحول شوط السيف من مفتوح الى شوط عمانيات هذا الموسم في الوثبه، هذا امر يرجع للجنه القائمه هناك في صحيح. ميدان الوثبه، احنا ما لنا اي تعليق على هذا الموضوع، هم من حطوا السيف الذهبي على ونحترم. شوط العمانيات وكذلك داها. الاشواط المفتوحه اصبح عليها السيف الفضي او الرموز الفضيه، وانا احترم وجهه نظرهم ولكل حريته في هذا المجال الان يمكن نسمع صوت المطر طبعا مبارك لكم مبارك لكم بالحياه يا هالكطر. عندك اخبار سالم عن الطقس قبل ما تجيكم؟ نتمنى أنا. التوفيق باذن الله للجميع اقول عندك خبر قبل قبل ما يبدا الاستديو عن الامطار او شيء الكلام نعم. هذا نعم آه محمد اللي اعطاني المعلومات طبعا <applause> يقول وطبان هلال مره اخرى يا ابو ثامر ما قصدت المضمرين <applause> لان لهم مسار خاص على يسار الدوره اقصد الجماهير <applause> لا ما لهم علاقه ما لهم علاقه الجماهير ما يصير لكم معهم اجهزه نداء شو يقول اخونا؟ يقول انا ما اقصد ما اقصد المضمرين اللي يسيرون المطايا يقول الجمهور معهم اجهزه نداء ما ما له علاقه ابو ثامر يعني لجنه فيها لجنه بينهم اجهزه يمكن يمكن تقصد اللجان المنظمه تكون معها اجهزه بينهم بالتنسيق مجهزة. بينهم بين ممكن الزعيم الهلالي بيض الله وجهكم ايضا معد ومقدم ومحللين لهذا البرنامج يقول بيض الله وجهك سؤالي ليش اختفت اشواط السودانيات واقول هجن الشحانيه واقول هجن الشحانيه رقم صعب لكن راح تكون هي دائما الرقم الاصعب تكلم عن هجن الشحانيه اشواط السودانيات عندنا موجوده عندنا عند موجوده موجوده في عندنا في موجودة, موجودة في موجودة في موجوده نعم في اشواط مخصصه وفي ميدان الوثبه في الوثبه موجوده لها اشواط مخصصه صحيح نعم اذا هذا فيما يخص سؤالك يا ان شاء الله نشوف الأشواط بعد في المرمى السوداني اتوقع يقول توقعها رقم مالا. صعب نتمنى التوفيق لجميع الاسماء الهجنه المساركة. السودانيه ردنا على سؤال اخونا الهجنه السودانيه ترى غذت اكيد غذت الفحول والانتاج غذت الساحه المهجنات صحيح. يعني تجيب لك محلي بعير محلي او عماني وتضرب بالسودانيه او سوداني العكس نعم. شاهدنا يعني سابق وشاهدنا فيها أكيد. بركه ونشكر اللجان القائمه اللي تحط لها اشواط عندنا معتمده في قطر ومعتمده في, في الوثبة. اعتقد في الكويت بعد لها في الكويت لها اشواط ما عاد المرموم ما لها في الكويت باقي ميدان المرموم ان شاء الله الاخوان هناك لها اشواط نظرا هذه هذه الفئه في 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 المهرجانات خلوني اروح لي طبعا نبارك لكم بالحياة اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب واذهب الى اشواط الثنايا اليوم تاريخ 26 بوابة هي من استطاعت ان تقتنص رمز الشوط المفتوح مع هجن الشحانيه ومع المشاغب محمد بن خالد العطيه الحوت توقيت بوابه مميز مميز تسع اتوقع بالوفاء والتمام محمد توقيته يمكن يكون لا مش تسع 12 <applause> 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 12 وكم توقيته؟ توقيته مش عندي 12 و9 12 و9 توقيت نعم. مميز جدا 12 و9 حمد بن محمد الراشدي حضرت بوابه في سن الثنايا المفتوح واستطاعت ان تظفر بهذا الرمز الغالي ابارك اولا الى سي مقام سيدي سمو امير البلاد المفدى والى المضمر الحوت محمد بن خالد العطيه على فوز بوابه وعلى اكتساح هجن الشحانيه لهذا الشوط في الثلاث المراكز الاولى ولا هي بغريبه عليه وابارك لهم ايضا ابو ثامر أه بوابه من انتاج ام الزبار هذا انتاج شخصي لام الزبار ناموسا ناموسين ناموس موسين ناموسين اليوم يعني اول يعني أه لو تشوف انت في المؤسسات الثلاث أو هذه شبه. اول رمز نعم. يتوجه هو انتاج مع هجن الشحانية ونبارك استهل. لهم ونبارك لمحمد بن خالد العطيه ولا هي بغريبه عليه يستاهل انتاج يا سعيد حضرت في مسار هذا الشوط اسماء وشعارات مرشحه ولكن بوابه ومع مضمر مثل الحوت المضمر المشاغب استطاع ان يقتنص هذا الرمز وكذلك بتوقيت زمني مميز اولا نهني محمد بن خالد العطيه و اداره هجن الشحانيه على سبق بوابه بوابها من الانتاج نهيل نقول لكم قبل شوي ان الشحانيه عندها سبق في الانتاج وفي المشترى زين وبوابه مو بغريب عليها السبق بنت سبوق لا من الام ولا من الاب ويستاهلون السبق يستاهلون السبق هادي ناموس ناموس في الشوط نعم هذا نعم طيب ولا قطع كلامك محمد هادي آه الشوط هذا يعطينا انطباع على اشواط الحيل حضور هجن الشحانيه في سن الثنايا بهذا الشكل المميز يعطينا معطيات لشوط او الاشواط المهمه سواء كانت اشواط الاشواط المفتوحه او حتى اشواط العمانيات طبعا اخوي سالم هذا الشوط يعطيك مؤشر عن الاشواط الحيل والزمول شفنا هجن الشحنية الليله تميزت مثل عندك بوابه والوذن تميزت في اشواط الثنايا وايامها كانت قويه وهذا مؤشر ان شاء الله لقوه الحيل والزمول ان شاء نعم. الله توقيت بوابة 12 ثمان هذه توقيت مميز توقيت مميز جدا نعم, نعم. وهذه بعد إنتاج أكيد تنحد المسارات مشرف المملوك لهجنة إنتاج من الزبار نعم. ومها مزهور. نعم هذا دليل قوة الهجنة الشحنية إنتاج محمد نعم. تقول فرحة فرحتين نعم اولا طبعا اهني الان نشوف الامطار مشاهدينا ومستمعينا الكرام نعم نهنيكم بهذه الامطار لا ان شاء الله امطار رحمه ويعم بها يا رب البلاد والعباد وان ينفع بها نعم نهني انفسنا بامطار الخير اكيد وبامطار الرحمه اللي نشوفها الحين على الهواء مباشره الامطار من غزيره الى متوسطه والبروق تلوح في ميدان التحدي يا سلام يا حبيبي هذه قصيده يا هذا سقاه السير هذا الميدان نشوف البروق قبل شوي ونسمع صوت المطر ونشوف امطار من غزيره الى متوسطه نبارك انفسنا هذه الرحمه اللهم والخير محمد. واهني هجل الشحاني على فوز بوابة وأنا أقول لك أبو ثامر ناموسين بنت مشرف وأمها مزون مثل ما ذكر أبو سعيد ناموس كبير نشكر صراحة القائمين على مؤسسة هجن الشحانية وعلى إنتاجهم الزبار اللي طلعت لنا نادرة مثل بوابة وأشكر المضمر الحوت محمد العطية اللي حافظ على بوابة وصلها إلى هذا المستوى فمن الصعب أنك تشوف إنتاج ويأخذ رمز مفتوح وهل هجن الشحانية على اكتساح الشوط المفتوح الليله بثلاث المراكز الاولى كانت شحانيه فاللي لفت انتباهي سالم توقيت بوابه انه من الانتاج 12 و8 12 و 8 وانتاج وانتاج ومن هجر الشحانيه والمضمر اللي حافظ عليها ووصلها في هذا المستوى انها تاخذ رمز مفتوح نعم. في مهرجان كبير مثل مهرجان الوثبه اهني محمد بن خالد العطيه واهني ايضا لا ننسى القائمين على مؤسسه الشحانية. شحانيه الجميع أه العيده وكذلك سلطان بغانم سلطان الهديفي بيض الله غانم يقول بيض الله وجهكم وصالح بن ناصر يقول بيض الله وجهك بناصر ناصر وكل المضمرين الحقيقة بدون ذكر اسماء اللي ما قصروا رايتهم بيضاء صحيح واللي يدعمون الشعار الادعم يقول بيض الله وجهكم فالكم الناموس ان شاء الله اللهم ايضا المشاغب حضر في الشوط الثاني ايضا الشوط المفتوح للجداء للثنائي عفوا ومع الوزن مرشح بشكل قوي لانتزاع الرمز حضر الوزن مع هجن الشحانية مع الحوت محمد بن خالد العطية استطاع أن يقطع هذه الرحلة بتوقيت أيضا مميز 12 14 أربعة أجزاء من الثانية سعيد حضور مميز لهجن الشحانية أيضا في آخر أشواط اليوم في سن الثنايا أولا نهني أبو خالد على انتزاع على انتزاع الوذن للرمز. عم. شوف دخولها قبل شوي، دخول الوذن كان قوي سعيد. دخول الوذن، والوذن كان مرشح. زين؟ ما شاء الله. ونعم، والوذن مو بغريب عليه السبق صاحب رمز، وما عاد ما يخليها. صاحب رمز سمو الأمير. أي نعم، يعني ما أخذت نعم، هو اللي أنا أقول لكم من شوي يمكن أتوقع إنه يشترك في في المرموم. من أقول تقول الصف الثاني. والوذن سبوق ولا بعربي عليه السبق وأنا أقول خذ الشوط بريحية ما شاء الله الاول والثاني عند هجن الشحنيه يستاهلون ما شاء الله حمد الوزن من الصف الاول مش الصف الثاني الوزن ومزعل ما شاء الله يعني تبارك الله شفناهم اليوم خذوا الشوط بريحية الاثنين سواء كان بيسبق مزعل او الوذن ونبارك لهجن الشحانيه مضمرين وطاقم عمل كامل وعلى راسهم الاخ سلطان بن غانم الهديفي وناصر بن صالح العيده ومحمد بن خالد العطيه وجميع العاملين في هجن الشحانيه. نعم، كل القائمين على هذه المؤسسه نقول لهم شكرا ما قصرتوا بيض الله وجيكم على هذه الانجازات التي تحقق مع هذه المؤسسه العملاقه وبلا شك محبي الشعار الادعم ومتابعيه يقول لكم الناموس وبيض الله وجيكم وما قصرتوا على هذا الاداء المميز، انا برجع اسالك محمد بن بريك نعم. مؤشرات سن الثنايا هذه المعطيات تريحنا في اشواط الحيل اكيد المؤشرات تبشر بالخير هجن الشحن اظهرت بمستوى مطمئن الجماهيرها وظاهرة عندنا في ميدان التحدي قبل ايام وقبل في ختام الكويت وهجن الشحن يعني سالم لا يختلف عليها اثنين في كاس الخليج في كاس الخليج اثبتت علو كعبها من الثنايا فصاعدا من الثنايا وفوق وانت طالع اتوقع اتوقع الحيل والزمول على وجه الخصوص بين قوسين حط بين قوسين الكلمة بين قوسين على وجه الخصوص الحيل والزمول بكل هجن شحنية أشواط العمانيات اللي هي المحليات وأشواط المهجرات بكلها حضور وحضور طاغي وحضور قوي حتى لو حتى لو كانت المرشحات الكبرى مثل خود ومثل داودية ومثل الـ الـ ارتياد, ارتياد اصلا ما جت اليوم في الثنايا في, ايه. في حتى لو غابت انت لو تشوف سيف الامير عندنا الختامي اربع المراكز الشحانيه صحيح وين راعية الكويت كانت موجودة في الشوط أدخلوها كايدة كانت جات ذاك اليوم في نص الحلال صحيح ما حركوها يقول عصافير في البطان وغيرها من الحلال فاتوقع وغيرها من سالم. وغيرها بطال. ود ود لا ود في سن الثانية خلاص ابي ارجع اقول لك اسماء ابي ارجع يعني. لتوقيت نعم. الوزن 12 و14 مميز. مميز توقيت مميز مع انه قعود يعني القعدان إيه دائما دا تشوفها اثقل يكون اثقل نعم الوذن ما في كلام وكان اخي اللي مع الليله مزعل ما قصر وبامكانه ياخذ الرمز ولكن حبهم للوذن مزعل بعد والله ما قصر مزعل ما قصر بامكانه ياخذ الرمز يعني ممكن ياجلون ايضا لو لو, تشوف انت في الامتار الاخيره وصاحب رمز وصاحب رمز صاحب, صاحب, رمز. صاحب رمز. رمز انا الودن الوذن رمز. يا سالم ما أخذ رمز في مركز سمو الامير وشوط مفتوح الشوط المفتوح الرمز مره ثانيه وركض وركض وخذ الرمز وخذ الرمز مه. ونشكر محمد بن خالد على محافظته عليه وما قصر عز الله الليله ما قصر بيض الله وجهه وصعب يا ابو ثامر الوذن على مطيه تدي مجهود ضمرها وعلى طول نعم تحافظ عليها وتجيب نفس الركب تجيب نفس نعم. الركب نفس الأداء. الله ايضا الوزن هذا لو لو استمر على هذا المستوى حتى في في المرموم خطر على الرمز لو استمر نعم, نعم. على هذا لكن المستوى انا بقول ان الشوط هذا بعد ما قصر فيه مزعل خدم الشوط جر الشوط في في البدايه هو, هو البطل الغير متوج كذلك الاحتياطي عند الوزن هو اللي سمح لنا مزعل مزعل الليله هو نعم. البطل غير متوج قدم عرض مميز الحقيقه هذا التعاون بين مضمري هذه المؤسسه العملاقه هو السبب الرئيسي في حصد مثل هذه الانجازات محمد وكذلك حمد وايضا سعيد يمكن اشار سعيد في الحلقه الماضيه على هذا التكاتف بين مضمري هذه المؤسسه العملاقه وهذا هو سبب رئيسي في حصد مثل هذه الرموز. صحيح شفناهم ثلاث عزب كانها عزبه واحده يعني كلهم يخدم الثاني وبيض الله وجيهم وهذا الشك فيهم. ومن اجتهاد حصل. هذا سالم بشهاده المضمين الثلاثه اللي هو نعم. محمد بخالد عطية بن خالد العطيه وسالم بن فاران وسلطان وهيبي وجابر بن فاران اذكر في تصريح سالناهم هل بينكم تنسيق؟ قالوا نعم في تنسيق وفي اجتماع لازم في اجتماع في هذا قبل الركب في اجتماع قبل الختاميات واحيانا ليله الثنايا وليله الحيل في يجتمعون ينسقون صحيح ورش اللي عندك؟ شو اللي بتقدمها؟ وش الدفاعه؟ عشان بتلحق؟ انا عندي مرشح الهدف واحد نعم. الهدف براس هذا الشعار وكذلك مبين. مبين. الرموز لهذه المؤسسه صحيح. مبين نعم. بعض الهجن يضربونها صعبة رمز تقوم في المقدمه يضربها تخدم الشوط خدم الشوط صحيح يمكن ايضا حين وصلنا لختام هذه الحلقه مشاهدينا ومستمعينا الكرام نتمنى التوفيق لجميع المشاركين تاريخ 28 راح يكون يوم الختام لابناء القبائل يوم الرموز ثمانيه رموز اشواط انتاج وكذلك عمانيات وايضا الاشواط المفتوحه ويوم 29 20. راح يكون يوم الختام في مهرجان الوثبه مع هجن اصحاب السعاده والسمو والشيوخ نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا المهرجان الكبير كما نتمنى التوفيق لجميع للجميع لجميع القائمين على هذا المهرجان بالنجاح وبإظهار هذا المهرجان بالشكل الذي يليق به في الختام اشكر سعيد الصومالي على حضوره وتواجده معنا بيض الله وجهك كذلك اخونا حمد بن محمد الراشدي بيض الله وجهك ايضا المعلق الفذ وكذلك احد ابناء هذه القناه قناه الرياض الفضائيه اشكرك ابو ثامر ونقول الناموس الحقيقي في ختام هذه الحلقه هو اجتماع المؤسسات الثلاثه في ميدان الشحانية أو الوثبة أو المرموم نقول الله يطول عمر الشيوخنا هذا الناموس ونتمنى إن شاء الله الناموس ولكن المنافسة ما بين المتابعين وجماهير المؤسسات هو من يخلق التنافس والروح الرياضية التنافس في نعم. أرضية نعم. 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 أيضا إن شاء الله. هادي بشكل أبي الله وجهكم ما قصرت على حضورك وتواجدك كذلك مشاهدينا ومستمعينا الكرام تقبلوا مني ومن فريق العمل أجمل التحايا وإلى أن نلتقي معكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم برنامج الريس نترككم برعاية الله وإلى اللقاء